الاتفاقية الدولية لمكافحة كل أشكال التمييز ضد المرأة، مروراً بالإصلاحات الشرعية في مجالات الأحوال الشخصية، المادة الجنائية، قانون الشغل وقانون الجنسية، ثم دعم المشاركة السياسية للنساء ورفع تمثيليتهن في المجالس المنتخبة، وصولاً إلى استكمال خراط المغرب في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان من خلال مصادقة على البروتوكول الاختياري. هذا اللقاء وهذا الملتقى الدولي الأول بمناسبة افتتاح المركز المغربي للتكوين القانوني أشغاله، وكذلك بمناسبة بالاحتفال باليوم العالمي للمرأة. فكما تعلمون أن المركز المغربي للتكوين القانوني سطر مجموعة من الأهداف، ومن بين هذه الأهداف هي مناقشة المواضيع التي تعرف راهنية، والمرأة وموضوع المرأة حاليا يعرف راهنية كبيرة، لأن كما تعلمون أن الموضوع هو حقوق المرأة، أي ضمانات قانونية في إطار التشريعات الديمقراطية. إذن هناك علاقة جدلية بين الانتقال الديمقراطي وحقوق المرأة، بحيث لا يمكن لنا الحديث عن الانتقال الديمقراطي أو عن مجتمع حداثي دون أن نسلط الضوء على القوانين الحمائية التي عرفتها هذه التشريعات، والتي القوانين التي تعمل على حماية المرأة. اللقاء يأتي في سياق التحولات الذي يعرفها المجال العام المغربي من حيث النقاشات بشأن دور المرأة في المجال العام على مستوى المشاركة السياسية، على مستوى التأثير في القرار العام، على مستوى نظام التمثيلية داخل المؤسسات السورية. طبعا هذا النقاش هو محطة من المحطات الكبرى لتعزيز مركز المرأة في المجتمع وتعزيز مركز المرأة في المجال العام. إذن هذا اللقاء سيكون موضوع تداول وموضوع نقاش من خلال مقاربات متعددة: المقاربة القضائية، المقاربة الحقوقية، المقاربة السورية، المقاربة السياسية والمقاربة الإنسانية. لأن قضية المرأة في هذه السياقات يجب أن تعتمد على مقاربة شمولية. إذن هذا اللقاء هو لقاء يؤسس لفكر جديد، لمقاربة جديدة، لأبعاد جديدة على مستوى جعل المرأة مركز اهتمام، وجعل المرأة كفرد صانع للقرار السياسي والتأثير في المجال السياسي. هذا لقاء اللي هو من تنظيم مركز موازي بشاركة مع كلية الحقوق، هيئة المحامين، وكذلك مجموعة من المؤسسات الأخرى. أهمية هذا اللقاء هو أولا كيطرق حماية الحقوق ديال المرأة، وكيناقشها من زاوية الوطن العربي. ونعلم جميعا كون أن هناك إشكاليات كبرى بالنسبة للدول العربية. إذا في الأسبوع الماضي إذا لاحظتم تم تنظيم مجموعة من اللقاءات في هذا السياق، ولكن كانت عندها طابع العمومية، القانون ضعيف، مختلف دول العالم. ولكن ما يميز لقاء اليوم هو اختيار موضوع الدول العربية، المرأة وكواقع الضمانات القانونية في ظل التحولات الديمقراطية في العالم العربي. كذلك كنعرفوا بلي ان النقاش غادي يكون صعيب. علاش؟ لان التحول الديمقراطي راه ماشي في كل دول العالم العربي. بعض النماذج ذاك المغربيه، تونس، بعض الدول. اذا هذا اللقاء كنعتبروه مهم، وكيستحضر كذلك ضروره ملائمه القوانين الداخليه مع اتفاقيات المعاهدات الدوليه. علاش؟ لان الدستور ديال 2011 من بين الإكراهات ما يجب الوصول إليه هو الملائمة بين القوانين الداخلية والقوانين الدولية. إذن هذا اللقاء ديال اليوم يجيب إلى أي حد بعد مرور 8 سنوات على تبني الدستور ديال 2011؟ لا أمل المغرب، كنقول المغرب التشريعات، البرلمان، كل ما يتم تبنيه هذا السياق علاقة بالمرأة، واش مشينا واش ما مشيناش، شنو هو اللي جيد، شنو هو اللي فيه اختلالات، اين هي مكامن الخلل، ماذا يجب القيام به. اذا هذا النوع من اللقاءات الاهميه ديالو راه حاضر معنا اساتذه، ولكن كذلك قضاة من كافه التخصصات، الخروج خلاصات اساسيه ومهمه اللي من شانها ماذا؟ من شانها اغناء النقاش العمومي.